فيربلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم، نحكي على بقيه المقابلات نتاع الجوله. البدايه ايضا مقابله ما تعدتش بين نجم المتلاوي وكذلك اتحاد بنقردان، باش يحطنا ايضا في الاطار زميلنا حافظ ترابلسي يتابع المقابله هذه في ملعب نجم المتلاوي واتحاد بنقردان. حافظ اهلا بيك. بابيك اثنين، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي اكسبريس اف ام. بالفعل مباراه الجوله الاولى بين النجم المتلاوي والاتحاد لازم منقردان، مقابله انتهت بالتعادل صفر مقابل صفر. في الحقيقه خلينا نقول ان الاتحاد منقردان اللي تي بري بريديسبوزي اغاني لو ماتش كان هو الاقرب في الحقيقه. طبعا علاش؟ لانه فريق الاتحاد منقردان تقريبا سي دون لا كونتينيتي من اول الفرق اللي استأنفت التحضيرات نتاعها، قلت ثم استقراريه على مستوى الاطار الفني، بالاضافه الى ذلك لي ريكروتمون اللي عملهم ما عملش بوكو دو ريكروتمون، لكن عملت دي نون كي سون ديجا معناتها معروفين، اسماء معناتها كيما سيف الدين العكرمي، كيما علي البريقي، كيما ايوب التليلي، يعني ملاعبيه اللي هما كانوا لعبوا قبل في فرق كبيره وكانوا حاضرين. قلت انه من اول الفرق اللي بدات تحضيرات نتاعها. البارح شفنا وانه فريق جاهز، رمزي جرمود تقريبا، وانه ما يحسب الاتحاد بنقردان وانه ايلي تونتران دو روفوار سي زومبيسيون على هوس، باعتبار وانه الموسم الماضي كان تقريبا موسم متوسط، لكن الموسم هذا حسب ما حكينا مع المسؤولين نتاع الاتحاد بنقردان وانه خاصه بالنسبه لريكروتمون عملوا سون دي ريكروتمون ريفليشي بوست باغ بوست، جابوا الحارس علي العياري، جابوا ايوب التليلي، سيف الدين العكرمي، ثم علي البريقي. قلت البارح شفنا اتحاد بنقردان جاهز كما ينبغي، شفنا دي زوماتيزم حاضرين، فريق كان تقريبا الى تاك اون بلوك، لكن المشكله البارح اللي ناقصه سي لا بيس مونكونت في الاتاك نتاع اتحاد بنقردان اسلام، وانه ما عندهمش ان اتاكون بيركيتون اللي هو في الفاش فينال يحط الكره في الشبكه. لي زاتاك موجودين، خاصه عندهم لي زانفيتراسيون لاتيرال كبيره ياسر، ثم الحمروني، ثم المهربي، معناتها دو جوار معناتها كيون ايمرجي ديلو البارح على البارتي جوث. هذا بالنسبه للاتحاد غالي بنقردان، وحتى التصريح نتاع رمزي جرموت بعد المباراه يقول وانه سي فريمون دوماج وانك انت تلعب وتعمل بريستاسيون هذه، لكن شكي مونك سي ماركي دي بيت افكتيفمون. هذا بالنسبة لاتحاد بنقردان. نجي النجم الرياضي بالمتلاوي، بارح النجم الرياضي بالمتلاوي مادري كي لا جوا يا دومي في، خلينا نقولوا انه إذا غاني ان بوان هو اللي خرج رابح نقطة في المباراة، رغم انه لعب على أرضية ميدانه. علاش؟ لأنه خلينا نقولوا انه النجم الرياضي بالمتلاوي سي تان كلوب كي فونكسيون أكريدي، لأنه دائما يبقى تحت رحمة شركة فوسفات قسطة. وتقريبا وانه فريق هذايا اخر فريق بدا التحضيرات نتاعو، بالاضافه الى ذلك وانه عاش فريمون معناتها عديد الاشكاليات في الانتر سيزون، قعد يستنى في المدرب محمد الكوكي جوسك تقريبا لي ديرني 10 جور افون لو ديماراج دي شامبيونا. محمد الكوكي مشى للسعوديه، بون جاء قيس اليعقوبي، لكن قيس اليعقوبي انا جو مي بوز لا كيستيون بليتو سي اون كيستيون است فريمون سي ان سو دون لانكوني، باعتبار وانه نعرف قيس يعقوبي مدرب يحب التحدي، يحب لي ديفي ياسر، لكن قدامه ان غون شانتيي. اولا مساله الملاعبيه، البارح سور لي 11 رونترون اسلام ان يافي كو 4 جوار سولمون اللي كانوا دي تيتولير في الموسم الماضي. يعني فريق تقريبا تبدل بنسبه حتى البنك ظهر اللي كان فارغ ظهر لي. نعم حتى البنك ظهر لي فارغ، كان فيه دو غارديان. Effectivement, il y avait deux gardiens. D'ailleurs, il y avait seulement six joueurs, donc quatre joueurs de terrain et deux gardiens. اللي قيدوهم، والى يوم السبت ماضي ساعه وقع تاهيل ثلاثه ملاعبيه، مازالوا ملاعبيه اخرين ما وقعش التاهيل نتاعهم. هذا ما يعطيك فكره على الاشكاليات الماديه، بالاضافه الى ذلك علاش قلت انه جيت كلوب كي فونكسيون كريدي، لانه ان اي كو 150 مليون في قبل بيات التحضيرات نتاعو، اللي نذكر انه اخر فريق في الفلبين اللي هو بدا التحضيرات نتاعو. دونك لو كوتي فيزيك الى ايتي فريمون معناتها بريكاريتي كبيره ياسر فيه الكوتي فيزيك. البارح شفنا انه الملاعبيه ايلو با بي تونيغ جوسكا على 90 مينيت، وحتى اتحاد بنقردان حتى دقيقه 95 مباراه زائد 90 زائد 5
الدقيقة 95 جيريمي بونكا كانت عنده فرصة الهدف الانتصار، لأن الكرة كانت راجعة من لاكس لزيان بال وكان في وضعية مناسبة، ولكنه معناتها إلى تيري أوركادر. قلت نرجع النجم الرياضي المكلاوي، لأنه قلت كما الفريق هذا يعني عايش مشاكل مادية بوغ لا نوفيام سيزون نتاعو في الليغ أون، دائما يبقى على ميرشي دو لا سي بي جي. لا سي بي جي لو بروبليم سي كو وأنه تعطي لي سيبونسيون نتاعها سونو لاني أدمينستراتيف موش لاني سبورتيف، وذاك علاش أشاك فوا وين فما دي بريباراسيون وإلا في الانتر سيزون نجم المتلوي يلقى روحه معناتها التريزوري نتاعها ويلقاها ابلا باهي حافظ صعوبات صعوبات ماليه، معناها ما فماش انتدابات اليوم اخر نهار تعرف انت فما شيء اليوم ما فماش طبعا ما فماش انتدابات، يقولوا انه مش يجي مش يجي اليوم يجوا يتفاهموا معاه طبعا هذا هو الخبر اللي خذيناه امس، لكني مش يجي معناتها يبو با تيتر كيما نقولوها دي رونديل كيفي لو برانتون، لانه لما انك انت تسيب تقريبا 6 او 7 تيتيلار دان سولكو وبعد كاخر تحاول وانك انت تبني من جديد والوقت ما يسمحش وتكون لديرني كلوب يا ديجا في البريباراسيون نتاعو، خلي هوني البريباراسيون نتاعو راهو تعرف انت اسلام ويعرفوا الرياضيين الكل وانه ثم ان سيكل بريباراتوار دو 6 سيمين، معناتها ثم لو كوتي فيزيك لا كوتي اونديرونس ريزيستونس اي لو كوتي تكتيكو تكنيك، دونك هذوما لي ايتاب هذوما الكل جيتي بغولي اوتوماتيكمون ليفي نتاعهم مش يتحس ا بارتير دو لا 6ème 7ème جورني، خاصة جو دي بيان لو كوتي فيزيك باسكو فو نافي با دي جوار كي بوف تينيغ توت اون سيزون، هذه الاشكالية المطروحة بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلو. يعطيك صحة، شكرا لك حافظ طرابلسي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص مقابلة المتلوي واتحاد بنقردان. كنت تسمع سي المونجي ظهر لي صعوبات كبيرة المتلوي ما تنساش اللي الهيئه المديره يقول لي قدمت استقالتها ما عندهاش حتى يمكن اسبوعين توا، وشوفوا نيفو البريباراسيون اللي عملوها وانا استغربت ما نكتبش عليك اللي خونا قيس اليعقوبي معنا قبل الديفي هذايا، لان تعرف الجورات كيف بداو ماهمش مرتاحين ذهنيا ما ينجمش يعطيك لو بلوس، على علم ولا كي سمعنا معناها قال اللي المتلاوي ربحت نقطه، ما ننساوش الاتحاد بن قردان السنه الفارطه معناها شفنا شنو اللي عملت في الدوري التونسي، اليوم متلوي باش يتعدى بصعوب بظروف صعبه وصعبه جدا، ما تنساش اللي عملناه معناها جست باش يتيحوا للدوزيام ديفيزيون، اللي اليوم غير الاستقرار هذايا بتاتر عاملين توا بريسيون على كي قال سي بي جي ولا على او نيفو دو فينانسمون. انا نتصور سي دوماج كي تشوف انت اليوم في المتلوي ولا في قفصه الفوسفات ما نعرفش قداش 20 مليار في النهار ويا دلا يا دي شوماج ويا دي بروبليم دارجون، جو مي بوز دي كيستيون في البلاد هذيا. بالفعل في المقابله اتحاد بن قردان ظهر لي كان يحكي حافظ كان سيطر بالطول والعرض على المقابله سامي، وانتدابات كبيرة قام بها اتحاد، نستناو منهم حاجة وإلا جوست هذاك البوست نتاعو نتاع رابع خامس ما أكثرش اتحاد بن قردان. تقريبا هو أربع ولا خمس سنين التالي الاتحاد بن قردان من الاطلاع ناسيونال اللي قاعد ماشي بالريتم هذايا، معناتها نقولوا احنا في ثم ستابيليتي نتاع فلوس عندهم زاد كما نقولوا احنا يجيبوا الملاعبية يخدموها بكري ياخذوا الملاعبية اللاعبين في الناسيونال، هذايا ما يمشيش راهو في الكورة في الكوره ما يمشيش برشا على خاطر النيفو نتاع اللاعبين كما قلت انت باش يقعدوا في 5ام 6ام بلاس ما يتيحولكش ما يلعبولكش على التيوح، لكن ما يلزموش يعملوا بالي اخرى كبيره كما نقولوا احنا المستير، كما خاطر اذا كان ما عندكش ولادك لاعبيه كبار فوالا اذا كان ما عندكش ليدونتيتي نتاعك على الاقل في ليكيب نتاعك ثم خمسه سته، اذا كانك ما تعرفش تكون اذا كان ما تعرفش تطلع الملاعبيه باش تقعد ديما تعتمد على الملاعبيه البرينيه تجيك بريود ما عندكش فلوس باش كيك سوري. هو ظالي فما لاعب وحيد اللي هو لاعب منتخب الاواسط شوقي بن خضر خلي هكا لاعب هذا هو نحكي فيه يعني دريت الجمعيات كيما المستير ولا كيما السيابي ولا حمام لنف ولا ستاد كي تعمل لك اني باهي يسيرتو العام هذاك تلقى عندها خمسه سته من ولادها ولادها هي خاطر في التكوين هذه هي مشكله بن قردان. بن قردان لو كان توصل نهار تعمل 5 تيتولير نتاعها ولا 6 في الباز اللي هما باش يهزوا الريتم اللي هما وقتها نجموا نحكيوا على الدوزيام بلاس ونحكيوا على الـ على الـ على الكوب ويمشي بعيد، لكن هنا بالنيفو باللاعبيه هذوما ديما باش تقعد تلعب 5 سيزون بلاس، صحيح ما تلعبش على التيوح لكن باش تقعد تلعب قريب لل 5 جران كلوب وما تنجمش تدخل تعمل الانتيغراسيون بين ال 5 جران كلوب هذوما اللي الكبار ولا 4 جران كلوب الكبار. نجيو للمتلاوي ظهر لي الاعتماد على الصغار ينجم يكون حل، الاعتماد على التحل تاع الريكروتمون نتاعها
اللي يعتمدوا عليهم ولاد صغار. ثم هي بالمرزوقي جو كرواز اخذوها من باج على مستاد دخل في الدوزيام ايتون. ينجموا يكونوا حل اذا كان مثلا مش فلوس, ينجموا يمشوا للجمعيات الكبيره كيما الاسبيرونس كيما الكلوب الاتوال ياخذوا منهم الجوالات تاع الاسبوار اللي هما عاملين يخرجوا هذوما يتسفوا يخرجوا ويرجعوا. ينجم يكون حل ما فيهوش فلوس, وهو راهو حل ذو سلاح ذو حدين. نجم تمشي لكش الريزلتا من الاول, لكن بعد انا متاكد اللي اذا كان يعرفوا كيفاش يمشوا بهم نتصور ينجم يتمنى على الجمعيه برشا مشاكل. وليد اول فوز مستقبل الرجيش في اول مقابله ليه في البطوله نجم يكون مفاجاه الموسم. الرجيش كما عمل الشاب فوز تاريخي, هذا فوز تاريخي. والحاجه اللي عجبتني انا سليم في الفوز نتاع الرجيش الزوز اهداف سجلوهم لاعبين اللي معاهم عمناول معناتها نضال بن سالم ونسيم سيود وسيود معناتها لاعب ممتاز الحقيقه معناتها يوريك اللي الصعود نتاع نفس الاستراتيجيه نتاع الشابه خلات اللاعب بياتها صحيح صحيح حتى اللي تاع الفني نفس البروفيل كيما حسين سعيد السابي لاعب سابق في جمعيه كبيره في اللعب النادي الافريقي والملعب التونسي يعرف اجواء الرابطه المحترفه الاولى. حتى تطوير مش فريق سهل اليوم عنده مده في الرابطه المحترفه الاولى قاب انتدابات مش خايبه يدربوا مدرب شوفروني معناتها كي نحكيو اسكندر القصري معناتها الحقيقه انا الانتصار هذا فاجئني بين قوسين اكيد انه يستحق الانتصار نتاعو لكن نتوقع الرجيش باش تعمل عام مزيان برشا كيما الهلال الشابه السنه الفارطه. ولو انه نتبع في الصفحات نتاع اتحاد تطاوين فما برشا انتقادات لاسكندر القصري بعد المقابل. اسكندر يمكن المردود في الوديات مع الهزيمه نتاع البارح هو اللي خلى يقولوا الهيئه عملت عليها جابت لهم لاعبين صحيح. انا باش نعطيك مثلا باش نعطيك حاسس انا عندي لي ديتاي نتاعها مثلا فما لاعب غاني بيفو غاب عليه اسمه جابوه من اشانتي جولد قبل ما يجي المدرب الاسكندر القصري قيمه ثابته نعرفه يلعب في المنتخب الغاني للمحليين ولو من حقه اني باش نحكي لكن جاء تم انتدابه ثلاث سنين كي جا اسكندر القصري قال انا ما عجبنيش معناتها هو كارت بلونش ما عجبكش مشى على روحه وجابوا له يذول بيفو اللي هو حب عليه اللاعبيه لاعب مغربي زاد هو طلبه من خلال بعض الوسطاء معناتها وفما استقرار مالي في الفريق معناتها وفروا كل شيء الحقيقه الهيئه وفرت كل شيء للمدرب اسكندر القصري. بنقولوا احنا هزيمه نتاع بدايه موسم اكيد زاد ما تنجمش باش تحاسب مدرب على اول مقابله لكن في المقابلات القادمه اكيد اتحاد تطاوين مطالب بالتدارك تحقيق نتائج طيب. اما سامحني سي اسكندر القصري اذا كان جاء ولقى فريق ولقى انتداب انا جو فوا با اذا كان الجوار هذا يختاروه كاتحاد تطاوين الملاعب هذايا وتجي وتتخلى عليه هذه نقطة استفهام زادة. لكن اليوم الرجيش أنا من الأول استغربت كيفاش سعيد السيبي وقت اللي جاته الأوفر أول معناها فرصة جات ومشى ما شاء الله خدمة ممتازة وممتازة جدا الفريق هذايا راهو باش يوريك معناها يخدم ويبني على أشياء انكرويابل عمناول في الـ في الـ في الدرجة الثانية وقت اللي المستقبل هذه مرسى فاز عليه ألي وروتور المباراة الأولى والروتور في المرسى وطلع للدرجة الأولى وكي شفت سعيد السيبي في أقرب وقت معناها يلزمه يمشي باش يتلاعب الفريق هذايا وشفنا النتيجة البارح مبروك عليه برشا برشا لأن حاجة مدرب نحبه برشا وكشخص فريمون ممتاز جدا. لما نقطة أخرى زاد في صالح رجيش أو أنه رجيش فريق صغير متكون دوباز لعب الديفيزيون 2 احنا نسموهم الملاعبية في الأوروب اللي يبدو في اللاج 17-18 يمشوا يلعبوا في الليغ 2 يلعبوا في الدوزيام إيكيب يتكونوا يعرفوا ياخذوا كما نقولوا احنا القوه ياخذوا الفيزيك ياخذوا التكتيك يعني يعرفوا يتكونوا ما يمشوش للضغط والبريسيون العالي نتاع الجمعيات الكبيره ومن بعد يبدا يطلع بشوي بشوي الملاعب هذاك يولي يتحسن اكثر. الرجيش ماشي في الباليه صحيحه لاعبين في ديفيزيون 2 مع بعضهم عاملين عام باهي طالعين للناسيونال يلقي رواحهم زاد في ريتم اخر نتاع ناسيونال ما ثماش ضغط ما ثماش عملته الشابه عملته الشابه وهذا هو ستي وهذا هو راهو نورمالمون انا شاهدت الملخص شد انتباه الجارديان عمل ماتش كبير هو تقريبا جابته وتنساش حاجه اخرى راهو تنساش حاجه اخرى ثم البروغريسيون اهم حاجه في الملاعب انه التو نتاع الملاعبيه هذوما باش كل بش وين باش يمشي الاحتكاك مع الجمعيات الكبيره والجمعيات الاقوى باش تلقاهم باش يتحسنوا اكثر فيزيكمون باش تلقاه باش يزيد يحضر خاطر هو صغير في العمر تكتيكمون باش يزيد يتحسن لي سوليسيون هذا اللي عمله نضال بن سالم لاعب تكون في الترجي لعب حتى في منتخب الاصغر في كاس العالم قاعد يطلع باليه كبيره مع هذه هي هذه هي احنا توا في تونس ديما نحبوا الاسامي الكبيره اي سيرتو انا ننصح الجمعيات اللي ما عندهاش فلوس كيما رجيش ما تنجمش تقاوم الجمعيات الكبيره كيما الترجي بالمليارات تنجم تختار الملاعبيه هذوما وتكونهم
وتطلع معاهم والبروغريسيون نتاعهم راهي باش تكون صحيحه. تو عندنا مشكل هو احنا تو واحد كيما لو باش نحل قوس انا سليم بعد كيما سمير العروسي الترجي انتدبوا بعد مقابله وديه والترجي كي لعبت مقابله وديه مع مقرين ما كانش هو الهدف الاساسي تاعها سمير العروسي قال لاعب اخر. شكون نقول انا مساج شكون زميلك وقت سمير كان وقت تقول لي لا هو الهدف نتاعهم انا خاطر انا ميور بيتور في الدور فما لاعب اخر معنا زاد اما شنو اليوم الهويت فما برشا ملاعبيه عندي تعرفت الاولى اليوم ما عادش عندها صحيح ما يتبعوش باليه صحيحه نتاع الملاعبي اني انا في عمري في 18 عمري نلعب ديفيزيون 3 في ديفيزيون 3 خذيت شخصيتي قدام الكاج ما نخافش خذيت لي سوليسيون نتاعي من بعد 19 عام لعبت ديفيزيون 2 طلعت للديفيزيون 2 كيما هكا كيما الشاب ديفيزيون 3 ديفيزيون 2 ناسيونال من بعد في ال 21 عام نلقى روحي باز في الديفيزيون 2 انا معناتي في ليكيب نتاعي انا معناتها عام بعده نلقى روحي في الاسبيرونس في الاسبيرونس راك تدخل المقابله ضد روما ضد شارلوا شارلوا شوف شوف انا باش نحكي لك كي تدخل الاسبيرونس وانت تلعب في ديفيزيون 2 ولعب في ديفيزيون 3 كي تدخل شكون تلقى؟ تلقى عبد القادر بن حسن تلقى مليت ولي تلقى عياد الحمروني تلقى سامي كبير تقول انا باش نجم نلعب معاهم هذوما عبد القادر بن حسن ما يعرفش انت لا عشيري هذاك نحييك يا عبد القادر يا معلم تلقى سامي كبير تقول انا باش نجم ندخل ننتقل روحي معاهم وتلقى يعني ناس تفرج فيهم في التلفزه ما كنتش تعرفهم ومن الماتش الاولاني ماتش شارلوروا دخلت مع كيب بلجيكيه نلقى روحي ماركيت معناتها ومن بعد دخلت في الشامبيون نلقى روحي مركز ليزر سيكس معناتها ربي سامحني تلقى تو دو بروغريسيون برافو عليك باش والله سي تري امبورتون اللي قالوا خويا وليد شو مهدي بن سليمان 96 ايتي ميم با بريفيو رومبلاسون صار شكون اللي تضربوا جوج جورات هزوا الكوب دافريك في الافريك دي سود 96 ان دي ميور جوار في ليكيب ناسيونال برشا نكملوا مع المقابله الاخيره مش كذا ربي صغيره عندنا جوالات تو في الاسبيرونس تحبش تحكوا على استاد لا صغار في الاسبيرونس كيما الميموني كيما اسمه بالريمه يلزمهم وقت باش يلعبوا ويلزم نصبروا عليهم انا نتصور والله حرام زاد يضيعوا هذاك اللاعبين هذاك حرام يضيعوا خاطر ما ثماش كومبيتيسيون باهي شكون شاهد المقابله فيكم استاد وباهي انا تفرجت كل شاهدتوها باهي نستنيو بالكوره هاي نبدا معك في المونجي كيف شفت زوز فرق في النيو لوك بيرجا صاعد وافد جديد برشا انتدابات في بيرجا كيف استاد تقريبا الخط الامامي الكل تغير كيف شفت المقابله بين زوز جمعيات هذا والله الحاجه اللي عجبتني برشا اللي كي نعاودوها اليوم بيرجا معناها مع سي شكر مفتاح جاء حب يعمل نتيجه في باردو الملعب التونسي أونكور أون فوا نفس المشكلة كل عام يتلز باش يتخلى على برشا ملاعبية كان ثم استقرار جاء أنيس توا المساعد وبقدرة ربي إن شاء الله التعادل هذايا باش يخليه معناها ينجم يخدم خدمة لأن كان ينجم ينهزم لكن اليوم يلزم الناس كل تقف مع الملعب التونسي لأن راهو كان كل سنة ولا كل سنتين يتخلى على ستة سبعة ملاعبية ما فماش استقرار ونيفو ديليكيب لأن اليوم الهيئة كيسوا مع سي جلال بن عيسى وسورتو الماتر انيس الباجي سي فريمون ان ديو اكستراوردينير انا حاجه برك نقول اللي الجماهير نتاع الملعب التونسي اليوم عندهم فريق كبير ومخرج ملاعبيه اكسبسيونيل اليوم يلزمهم يقفوا مع الجمعيه نتاعهم باش مش كل عام يتخلى على سته وسبعه ملاعبيه منهم ايمن الصفاقسي وشفنا البارح سجل النجم الرياضي الساحلي انا قلت تو سامبلومون انا خرجت خرج بانو عم ناول مع الجمهور مع نتاع الملعب التونسي مكتوبه فيها توس انسومبل اي توس انسومبل مي توس اوني لان اليوم راهو باردو تنجم تخرج فريمون دي جوار اكسبسيونيل اذا كان الناس وعودتنا اليد, اليد, اليد في اليد لكن اليوم راهو سي جلال بن عيسى وسي والماتر انيس الباجي سوني با سوفيزون راهم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا إن شاء الله نتمنى لهم كل الخير إن شاء الله بين سوق أخبار الأحباء البقلاوة فما ثلاثة اليوم قاعدين يحكيوا مع ثلاثة بيفوات باش يجيبوا واحد منهم ملعب التونسي زوز توينسا واحد أجنبي فيهم اسم كبير برشا ينجم يقدم الإضافة للملعب التونسي سامي حنسألك على اللقطة نتاع الجارديان في آخر المقابلة نتاع الملعب التونسي ظهر لي نقطة استفهام قاعدة لأسعد الهمامي بينالتي معناتها كادو كانت للملعب التونسي خلته يربح نقطة في المقابلة هو راهو الجارديان يعني عمل مقابله به ما عملش مقابله خايبه معناتها الجارديان كان يمكن دو ترو فوا في يعني دي باراد لكن اللقطه هذيك اللي باش نحكيو فيها
تسمى خميره، ما عندها حتى كلمه، مش خميره، خميره تسمى واحد يعني لا تتم الكره في يده، راهو الحارس الكره في يده، واحد والوقت فيه بربي كاميرا في الملعب. وبصراحه راه باش نكون واضح، انا مانيش كانت عندي ليميسيون موفيوليت، عندي فكره صغيره، وانت تعرف زاد تود العائله تحكمي تاع حمراء هذيك، ماهيش تاع ورقه صفراء، ما كانش عنيف برشا، مش هامير، بل تتسمى تهور، تهور ورقه حمراء، هي كلمه صحيحه بالعربي، تهور، تهور مش هامير، احنا في الفوتبول سموها بيتيز، يعني غلطه تاع هي ذيك كان جات اخر الموسم مع الجارديان ود ستاد، اي السيناريو بتاع كولومبيا ضربته، لازموش نشكوا في الحكايه ذيك، ما نقولوا غلطه تاع تهور تاع فوت بيتيز، واحد استهتار، ولا الصحيحه هي الاستهتار، كرة نتاع استهتار، كرة سهلة كنت نجم تضربها بوني، كان صعيبة تشدها في يده، لا في يده هي زاد كنت نجم تشدها معناتها من غير ما تعمل لك الجيست هذيك نتاع يمكن وسامي الجوار كما جبدش نفسه انا نوعدك اللي يبرمها حمراء حمراء هذيك يمكن الجارديان هو ولد ستاد، هو ولد ستاد كنت ذيك المونك دو كونسنتراسيون لاخر الماتش مع انه رابع خبرة عنده برشا في الربط، يعني استهتار، ثم هي لقطة استهتار كلفت حب يفوز على المباراة، حب يفوز برشا مره هي يمكن تخمر في الاخر كي حس الفوز موجود في ال 94 دقيقه، يعني الانتصار ماشي، لكن الاستهتار هذاك هو اللي برجا كانت تستحق الانتصار، مع احتراماتي للملعب التونسي، نحترم برشا الملعب التونسي، ونحترم برشا المدرب اللي ما حملش المسؤوليه، لانترون للجارديان دو بوت سي شكل مفتاح، مدرب كبير عرف كيفاش ياخذ باجا، خذاها حتى في وسط الماتش كي تتفرج تحس حتى الباجا تتاكي وتطلع قدام، وثم سيرنوم وستاد تلعب على علم خويا سامي، سامحني على علم خويا سامي، وان سي شاكر مفتاح قبل المباراه كان يقولوا له باش تعمل تعادل في باردو يقبل 100%، رغم هذا كل انتقادات كبيره شاكر مفتاح في باجا، مش فاهمين برشا على شاكر مفتاح، لا هو باجا شنو اللي صار، بداوا تحضيرات على بكري، لا ماشي حبوس، بداوا تحضيرات الودية. مقابلة الودية، هو فما مدرب ولد الفريق أو خلينا نقولوها هو اللي قاعد يحرك في ال يا اخي مع شيك المفتاح برك عاد كان يحرك صحيح، مش كان مع شيك اللي جد يحرك ونعرفه بالقدام، وهذه موجوده في الجمعيات الكل موجوده ديما في المستير موجوده، فما عائلات في موقع بوعينه راهي تحب تكون عندها اليد يا الراني يا نحرك، رغم اللي خويا مشى خلى بصمته ما شاء الله عليه شيك المفتاح، اي الحقيقه البارح شفت بيجا بصراحه عملت كيف على الاولمبي البيجي، وشو اختار سلمونجي باش يلعب ضد الفرق الكبيره، ضد الترجي نزم 3-1، النادي الافريقي في المقابله اللي وقفت الاسبوع الفات منهزم هدفين مقابل صفر، شاف وعرف شنو الامكانيات نتاعو، ما اختارش باش يلعب مع فرق ربما من نفس الحجم ومازالت باش تكون خير، ناقص مراد الهذلي البارح وجوز من لاعبين اخرين باش يقدموا اضافه كبيره للاولمبي البيجا، يعطيكم الصحه، شكرا ليك سلمونجي بن ابراهيم، شرفنا بحضورك، عايشك بارك الله فيك، سامي العروس ايضا مرحبا بك، ديما ان شاء الله فرحانين وان شاء الله ربي يفعلنا يعطيك صحة سامي، شكرا ليك ايضا زميلي وليد غفير، شرفنا بحضورك كل يوم، عايشك فرحت برشا بحضوري معكم وشكرا، يعطيك صحة، يعطيك صحة، الاخبار مع فدوى التركية، احنا نتقابلوا بعد غدوة ان شاء الله، غدوة يجيكم انيس الصحباني في نفس التوقيت ان شاء الله مع ساعتين في فير بلاي.